بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، نواصل قراءة كتاب المعتمد في فقه الصيام. يقول السائل: ما قولكم سماحة الشيخ في الأدعية التي تقال بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح؟ الجواب: الأدعية التي تردد في التراويح عندنا ليست واجبة وليست جزءا من الصلاة، وإنما استحسن للإنسان أن يدعو الله بعد كل صلاة، لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقد درج الناس عندنا على استعمال الدعاء بعد 4 ركعات من التراويح أو الإتيان بالباقيات الصالحات، وليس ذلك من الوجوب في شيء، كما إنه لا توقيف في ذلك على شيء بعينه، والله أعلم. يقول السائل: السباحة لوقت طويل بحيث يظل الرجل في الماء، هل يؤثر ذلك على صيامه؟ الجواب: إن كان لا يصل الماء إلى جوفه من المنافذ بحيث يمنع وصوله بسبب سده لأنفه وإغلاقه لفمه وتغميضه لعينه، فلا يصل الماء إلى الجوف، فلا ينتقض الصيام بذلك، والله أعلم. هذا، وبالله توفيق. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرجو النشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.